عن شنو ححكي الشغلات اللي الجماعة نجحوا من الثالث للرابع حيستفادون منها، والشغلات اللي جماعة نجحوا من الرابع للخامس يستفادون منها. باعوا بالبداية عيادة البروستاتيك من أتعس العيادات من ناحية الشغل ومن ناحية الخطوات ومن ناحية عدد الفيزيتس. الشغلة الأخ إنه هي العيادة تقريبا بها 4 سينيورية، والسينيور على ما يجيك، على ما يكمل صديقك، على ما يكمل زميلتك، يحتاج لفد نص ساعة. زين انت البيشنت مالتك منتظر، وانت على كل خطوة تغلط بها يحتاج لك نص ساعة، والعيادة مثلا ساعتين لو 3 ساعات، فتلاص امورك. الفكرة من هذا اللايف شنو؟ اني حعلمك شغلات بحيث انت تقدر الموقف من يمك. انت الخطوة اللي تشتغل بيها انت حتقدرها، طلعت بيها مشكلة شلون حتحل هاي المشكلة بحيث تقلل المشاكل، على مود من يجي السينير يشوف شغلك جوز يقول لك على تعديل بسيط، حيختصر لك طن وقت، حيختصر لك طن أسئلة، حتكون انت راضي عن نفسك ده تفتهم ايش ده تسوي. فهاي كلها ان شاء الله حطيكم تبات على الموضوع، حطيكم شغلات نظرية هماتين تستفادون منها، وان شاء الله بلشنا. بالنسبة للدياغنوسيس، احنا عندنا بالبروستاتيك شغلتين، عندنا بارشالي ايدنشولس يعني نص يعني عده اسنان، وعندنا كومبليتلي ايدنشولس. البارشالي طبعا هسه احكي لكم بالتفصيل على الدايجنوستس والكيسات وشلون نسوي لها مانجمنت على مود نسوي تريتمنت بلان. احنا اول ما يقعد البيشنت ورا ما نكمل الهيستوري مالته نسوي اكزامينيشن للاورال كافيتي. الاكزامينيشن طبعا نبلش من اصغر شيء لاكبر شيء، تفحص الاسنان الموجودة، تفحصها فحص زين، تفحص التسوسات كلها، تفحص الاورال هايجين، تفحص الميوكوزة، تفحص البون اذا اكو اندركات، اذا اكو بوني اكزيستوسيس، كلها تفحصها. كل شغلة من هاي الشغلات حتأثر على التريتمنت بلان مالتك، اذا مو بالبداية بالنهاية. اذا مو بالنهايه ورا ما يلبس البيشنت حتصير عنده مشاكل. احنا من البدايه كل شغله موجوده بالاورال كافيتي نحسب حسابها على مود نسوي لها مانجمنت، على مود البروسيسز بالنهايه البيشنت يستفاد منه. زين ترشيه خلوها باذنكم، ظهرك ورقبتك. عياده البروس اكثر عياده بعيادات الاسنان ظهرك ورقبتك ينكسرون بيها. اكثر عيادة تأذيك هي اذا ما ضبطت سالفة ظهرك ورقبتك. دائما اول ما تدخل، طبعا انت بالشغل الله، انت بالشغل تنسى روحك. مو بس انت، كلنا ننسى روحنا، بس حاول يعني وقت ما توقف هيك دقايق انتبه على نفسك شلون واقف. ظهرك عدل، رقبتك محنية زايد، ترى تسقط، والطبيب الأسنان بسرعة تسقط رقبته وظهره. خليها ترشية بإذنك، وقفتك لازم عدلة، ظهرك لازم عدل. حارويكم أسس تشير بوزيشن ووقفات شلون تخلون ظهركم عدل قد ما تقدرون. حتى إذا توازيت تحني ظهرك أو رقبتك حاول تكون فترة قليلة كلش وراها ارجع عدل، رجع رقبتك. الشغلات الدايركت فيجن باوعها دايركت، الشغلات الاندايركت باوعها بالمرار. لا تعوج راسك، لا تطب بحلق البيشنت. مجرد عندك مرار وعندك لايت وعندك بروب، مو بروب اصبعك، حلق البيشنت لا تدخل بي، رقبتك لا تكسرها، ترشيه باذنك، وقفتك ورقبتك، صحتك بالمقام الاول. هاي مو بس بالبروس، بكل عياده بس بالبروس ضروري تنتبه لها، لان انت من تلاص الامور وتروح وتجي وتدور على المواد وتنخبص تنسى روحك. ف يعني اللي تبقى رقبه لا يبقى ظهر، فرجاء الرقبه والظهر كلش ضروريات. ف اذا حنيت رقبتك حاول قد ما تقدر ورا فترة قصيرة من الزمن قبل ارجع عادي، لساني دا شوفوني رقبتي مكسورة هنا. المهم بس على قد التشيك وراها رجعت الظهر عادل، لان
خال هاي تركية بإذني، ظهرك يعني هو الشغل كله بظهرك، إذا خرب بعد هذا وتنتهي مسيرتك المهنية. فأول ما تدخل العيادة تخلي ببالك أنت حتشتغل وظهرك عدل قد ما تقدر. زين، التريتمنت بلان سوينا فحص للأسنان كلها، إذا أكو كاريز لازم يتسوى الكاريز كله، خصوصا اذا كان اكو ابوتمنت تيث. جماعه الكومبليت دنتشر كل شيء ما تحتاجون، بس تفحصون سوفت تشو هارد تشو. حراويكم هماتين شغلات بالدايجنوسز تفيدكم، شغلات اذا شفتوها الكيس لا تستلمها. ف خلي اشرب مي واقفه، تعب عطشت. زين، بالبروستودونتست عندنا يا اما الريموفابل اللي هو اللي بدنا نسويه الاكريليك، او الكومبليت ابر لور. الشغله اللي لازم تعرفوها انه هذا الاكريليك اللي تسوون الريموفابل هذا يعتبر تمبراري تريتمنت. هسه واحد يقول لي دكتور شلون تمبراري تريتمنت؟ العدل من مسوينه باعوا. التصميم مال بارشل دنتشر خصوصا ده نحكي على الفري اند، ما دا نحكي على الباوندد. الفري اند الديزاين مالته والديزاين مال لود ديستريبيوشن مالته والبايو ميكانكس كلها مخصصه انه تسلط الضغط على البون. الفورس مال اوكلوجن كلها تروح للبون، هذه الفورس وعلى البون قبل تسوي ريزوربشن. لذلك الريموفابل بارشال دنتشر اللي هو الاكريليك هذا تمبراري، بس يعتبر احنا عندنا بالرابع هو الاساسي، ما يسوون الكروم كوبالت اللي هو البيرمننت. فهاي نقطة تخليها ببالك. زين، قلنا هسه هو البايوميكانكس مالته كلها تسلط الضغط على البون. اذا انت سويتها بطريقة مو زينة تتصور شي يصير، يعني الافكت مالته حيتضاعف اضعاف، بحيث الريزوبشن حيزداد، التروما حتزداد، يعني حتضر البيشنت بدل ما تفيده. فاحنا نسوي فتشي زين وعلى برنسبل معينه بحيث نقلل قد ما نقدر هذا السايد افكت اللي هو اللي ما نريده، الاذيه اللي ما نريدها. زين، ثاني شغله الامبريشن. عندنا الامبريشن هواي شغلات تتحكم بيها، اكو برايمري وفاينل امبريشن، اكو كيسات نحتاج بيها البرايمري والفاينل، اكو كيسات بس برايمري امبريشن، كل كيس لها انديكيشن خاص بيها. الشغله اللي خلت تتحكم بالامبريشن هي الماتيريال اللي عندنا. طبعا اكو تقسيمات كل شوية للامبريشن، اكو ميوكوستاتيك يعني امبريشن بالريست فورم، يعني التشو ما يصير بيه ديسبليسمنت. اكو امبريشن يسموها فانكشنال، الفانكشنال يعني التشيو يصير بي ديسبليسمنت، يعني تسلط ضغط على التشيو اثناء الامبريشن. اكو ريلايننج امبريشن تكنيك، اكو سيلكتيف بريشر امبريشن تكنيك، كل شوية تكنيكات مال الامبريشن. زين، بالنسبه للفيزيتس هو تقريبا لو 5 لو 6 مو اقل. بالنسبه لللاب وورك انصحكم تلقون لاب مرتب ومتعاون على مود تكون الحياة شوية سهلة، ولا بيفتهم بحيث من تحكي وياه باعوا. انت لا تخلي ابو اللاب هو يعطيك رأيه بالموضوع، ترى ابو اللاب تكنيشن اقوى شي يعرفه انه يرتب اسنان، يعني مع احترامي لهم والله، بس انت طبيب، انت رأيك بالكيس، كيس كلاس 3 يقول لك ارجع لك اياها كلاس 1، انت اذا ما تشوفها ترجع قول له لا ترجعها، رتب على كلاس 3. رأيك بالكيس كلش مهم. الفكرة من هذه البثوث البث انه انت شلون حتعطي رأيك بالكيس، ما تخلي التكنيشن يعطيك رأيه. اوكي يعطيك رأيه ما يخالف، بس انت اذا ما مقتنع برأيه قل له يمشي على رأيك. هاي وظيفتك كدكتور، انت لازم تفهم ايش دا يصير، كل خطوة انت لازم حاسب لها حساب. فهاي سالفة انه تكنيشن يعطيك رأيك شرفكم، يعني مع احترامي لهم والله يعني على راسي، بس انت المفروض لك رأيك بالكيس. زين، قلنا على الكيسات كلكم تتذكرون كينيدي كلاسيفيكيشن اللي هو كلاس 1 يكون بايلاترالي فري اند، كلاس 2 يكون يونيلاترالي فري اند،
كلاس 3 اللي هو الباوندد اسهل واحد اللي هو هذا، وكلاس 4 اللي هو الانتيرير ريجن. باعوا كلاس 1 اتعس واحد فيهم، ولازم الامبريشن مالته كلش مضبوطه. لين هسه تسالوني ليش باعوا؟ احنا البارشل دنشر حتجي الاسنان هنا وحتجي هنا، فده تتخيلون انه الفورس مال ماستيكيشن كلها بس هنا تجي، كل شيء ما حينقل للتيث. اللي ان ماكو شيء يربط الدنشر، الله سوري، ماكو شيء يربط الدنشر او ينقل اللود من الدنشر للتيث، فاللود كله حيروح للبون. زين انت عندك سوفت تيشيو حيصير بين الدنشر وبين البون، اذا كانت الامبريشن مالتك بالريست يعني ماخذ طبعه بماتيريال ما تصل الضغط على التشيو، التشيو حيبقى براحته، ومن يجي الدنشر واللود يصير علي بالعضه بالاوكلوجن، هذا التشيو حينجعص، حينجعص بين الدنشر والبون، فقبل حيسوي تروما البيشن ما حيقدر يعضبي. فهاي شغله تنتبهونها، لذلك الفري اند لازم تاخذ لها فانكشنال امبريشن، لازم امبريشن بالديسبليست على مود التشيو يكون ديسبليست، ومن يجي ضغط هو اصلا ديسبليست، يعني الدنشر هو اصلا ضاغط عليه، فما ينحصر بين البون والدنشر ويسوي لك تروما. فالفري اند هو اتعس شيء بالنسبه للرابع. الخامس تو اصلا من قاكم ولا سن، يعني اصلا لازم تحسب حسابك من البدايه. زين حبايب، تجيكم كيسات كومبليتلي ايدنشرس، انت مو كل الكيسات تستلمها، اذا تشوف الرج حلوه ومرتبه وعاليه وعريضه امورك زينه. اذا تشوف الرج، طبعا احنا المشاكل موستلي باللور، الابر الامور زينه لان بون كلش هوايه، فعلى ما يصير بي ريزوبشن احنا بالابر نخاف بس من البون اندر كات، ما عداها لوز اموره. مشكلتنا العظمى باللور، اللور اول شيء البون اريا قليله، ثاني شيء الريزوبشن حيكون هوايه، فعلى مود نحصل ريتنشن وستيبلتي شويه السالفه صعبه. فاذا جتك كيس وشفت الماندبل هيك مسح، لا تتعب روحك ولا تحاول، حتى اذا ما عندك بيشنت لا تستلمها، لا حيطلع عندك ريتنشن، يا دوب يطلع ستيبل وتطلع روحك يلا يطلع دنشر ستيبل، واول وتالي يعني حتتعب على الخالي بلاش، وطبعات هوايه وديفيكلت كيسز والاوكلوجن مالته صعب يتطبق. فلا تتعب روحك، اذا شفت فلات ريج لا تستلمه. زين الشغله اللخه النايف ايج، كلكم سامعين بالنايف ايج، النايف ايج هي هاي، اذا شفتها لا توصل يمه قبل حولها. زين ركزوا لي على هاي الكيس، تشوفون الانتيرير ماندبل شلون صاعد وراها وراها صاير بي سيفير ريزولفشن، هيج كيسات هم لا تستلموها، نصيحة لوجه الله. استلموا الكيسات الملبلبة، الكيسات اللي شغلها يكون هيج دايركت ستريت فورورد، الرج تشوفها زينة عالية وعريضة، السوفت تشيو مالتها تشوفها نورمال ثيك مرتب مو فلابي، ماشي استلموها. اذا شفتوا وحدة من هاي الشغلات لتوصلوا للكيس حتتعبون كلش، نصيحة لوجه الله. زين كملتوا دايجنوسيز، سويتوا تريتمنت بلان حسب الكيس مالتكم، تيجي وراها البرايمري امبريشن. انت ايش قد تتصور البرايمري امبريشن مهمة؟ هي كلش مهمة، ارجع اقول كلش مهمة وكلش مهمة مرة ثالثة. زين اذا البرايمر امبريشن ماتك مضبوطه، السبيشال تري ماتك حتكون مضبوطه. واصلا اكو ناس يعني بالكيسات مثلا مال باوندد سادر اللي هي كلاس 3 كينيدي كلاسيفيكيشن، هي البرايمري هي فاينل حتكون، فانت تتعلم تطلع امبريشن مضبوطه، مو بس على مود البروس، على مود شغل الدنتستري كله. فحنتعلم سوا شلون نطلع امبريشن مضبوطه. طبعا هاي المعلومات للي هسه بالبدايه حيدخلون عيادات اول مره. احنا عندنا نوعين من امبريشن، عندنا برايمري امبريشن وعندنا فاينل امبريشن.
حنحكي اليوم بس على البرايمر امبريشن، حنحكي على الماتيريال مالته، حنحكي على التري، شلون نسوي سلكشن للتري، كلها ان شاء الله حنحكيها بالتفاصيل. البرايمر امبريشن هي اول امبريشن ناخذها للبيشنت اذا كانت نريد نسوي بها دايجنوستس، او اذا كنا نريد نسوي عليها تريتمنت بلان، او نسوي عليها سبيشال تري اللي حنستخدمها بالفاينل امبريشن. انت حتشوف طن تريات، شلون حتختار التري، يا تري تفيدك، كلها حنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. بالبداية بالبرايمري امبريشن احنا عندنا نوعين من التريات، عندنا بلاستيك تري اللي هي البلاستيك، هاي ديسبوزابل بشرفكم لا حد يستعملها لاكثر من بيشنت، هي ديسبوزابل يعني تشيس ب 5000 وعلى قد على قد البيشنت كم بيشنت، وهذا هو يعني استخدام واحد. والنوع الثاني هو الميتال اللي هاي اوتوكليفابل، تقدر تستخدمها الاكثر من بيشنت. حنجيكم بيهن وانواعهن. باو، هسه نجي على تقاسيم المتال. المتال بها عدة نوعيات، اول نوع دا تشوفون هي كلها متال، دا تشوفون هاي الحافة الصايرة بالتري، هاي يسموها ريم. هاي شنو فائدته؟ هاي الريم هاي تلزم الامبريشن ماتيريال، اكو امبريشن ماتيريال ما تلزق بالتري، فيحتاج لها اندر كات اللي هي هاي الرم على مود تشل بيها وما تطلع بالتري. هاي التري بيها ثقوب، هاي الثقوب هي هاي الريتنشن مين للامبريشن اللي تحتاج، اللي ما تلزق بالتري اللي تحتاج اندر كات، فتطلع من هاي الثقوب على مود يصير ريتنشن للامبريشن ماتيريال. طبعا مو كل الامبريشن ماتيريال تحتاج اندر كات على مود تلزم بالتري، اكو امبريشن ماتيريال ما تحتاج، واكو امبريشن ماتيريال حتى بوجود هاي الهولز تحتاج يسمونه ادهيسيف على مود تلزق بالتري. طبعا هسه تقولوا لي هو ليش الامبريشن ماتيريال لازم تلزق بالتري؟ الامبريشن ماتيريال اذا صفحه منها طلعت من التري هاي الامبريشن فيلير، نقطه راس سطر. اذا صفحة هيجي شوية بس خلعت من التري، هاي التري من ايدك للزبل، العفو الامبريشن من ايدك للزبل. اش قد ما تقدرون تقللون الاخطاء بالامبريشن قللوها. فهسه عندنا هاي يسموها تري وذ ريم لوك، هذا الريم لوك اللي هي هاي الحافة اللي تشوفوها الخشنة مثل الاندر كات الداير مداير التري، هاي بيرفوريتد وحتى بيها ريم لوك، هاي هماتين. المهم هاي بيرفوريتد وذ ريم لوك، هاي بس وذ ريم لوك. فائدة هذا الريم لوك على مود يسوي ريتنشن للامبريشن ماتيريال، على مود امبريشن ماتيريال ما تطلع من التري، تبقى لازقة. الشغلة اللوك اللي اريدكم تنتبهوا لها، بس شوفوا هاي الفلانج ايش قد عالية، وشوفوا هاي الفلانج ايش قد عالية. من تشوف الفلانج عالية يعني هاي مخصصة الامبريشن البيشنت عنده اسنان، هاي ما تنفع تاخذ بيها مال كومبليت دنشر. تشوف الفلانج عاليه اللي هي هاي الفلانج، هاي معناته هاي بدون تفكير تري، هاي مال دنشرلس بيشنت، بيشنت عنده اسنان اللين عاليه، متفقين؟ زين هسه النوع الثاني باعه، تشوفون هاي شلون ناصية ما بيها فلانج اصلا يعني قليلة، هاي من تشوفوها فلات هاي مال دنشولس. هسه طبي من الكيس مالتك دنشولس تدور تريات مثل هاي، بس من الكيس مالتك بيها اسنان تدور هيجي تريات. هسه اول نقطة الكيس مالتك بيها اسنان، الله كيسك بيها اسنان تدور تريات مثل هاي، الرم الفلانج مالتها عالية ما بيها اسنان ولا سن، تدور هاي التريات الفلات. هسه اول نقطة الهايت مال الفلانج، حسب الكيس مالتنا اكو اسنان نختار فلانج عالي، ماكو اسنان نختار فلانجات فلات. هسه واحد يسألني يقول لي هاي الفلات ليش ما بيها لا رم لوك لا ظروف، الماتيريال شلون حتشلب؟ انا جي قلت لكم بالبداية اكو ماتيريال تحتاج ريتنتيف مين على مود تلزق، واكو ماتيريال ما تحتاج. هحكي لكم على الماتيريال ما تحتاج واروي لكم
هاي الصورة مالت ريات مرة الأخرى. إذا تشوفون هاي اكو ثقوب بيها، هنا هاي مخصصة الماتيريال تحتاج ريتنتيف مينز. زين هسه لهنا واضحة مسألة التريز وشون نفرق بين الدنشولس والإيدنشولس. زين قلت لكم اني ظهرك ثم ظهرك ثم ظهرك ثم رقبتك من البداية، اريدكم تنتبهون على شغلتين. طبعا هسه هو مسوي هنا التشير ابرايت تقريبا، ابرايت شوية فوق الابرايت شوية فوق التسعين. المهم احنا بالابر على هيك وضعية ما نقدر نشتغل، فترجعون التشير بحيث فوق تقريبا فوق 110 هيجي، يعني هيجي وضعيته يصير بحيث تقدر يعني من تباوع تقدر تشوف، تقدر تشوف ايدك، تقدر تشوف التري المقدمة مالتها. فبس تميلون التشير شوية ماشي، تميل التشير بهيجي يصير بهيجي زاوية. سوري انتبهولها كلش وتذكروها هاي زين. التشير هسه هو عدل صاير ابرايت زاوية 90 تقريبا، انت بس تميله شوية، انت بس تميله البيشن حيرجع، انت حتقدر تباوع قبل، تباوع على ايدك، تباوع سنتر التري مالتك. هاي نقطة. النقطة الثانية شوفوا العكس مال الطبيب، العكس مالتك لازم ما يصير لا عالي ولا ناصي، بس يصير عالي او ناصي انت حتتعب، على ما تسيت الامبريشن انت شتافك واقفة. ف توازن بين رجعة راس المريض اللي هي قلنا نخليه زاوية 110 تقريبا 120 ماشي، والبوزيشن مال العكس مالتك اللي ان كتفك حيتشنج، انت حتبقى واقف وحتبقى لازمها. ف تخليه بوضعية مريحة لا عالي ولا ناصي ماشي، وتشير تخليه بزاوية 110 و120. هاي خلوها تركية بإذنكم. بالماكزيلري امبريشن لازم انت ورا البيشنت، نقطة راس سطر ما توقف قدامه، ورا البيشنت نقطة راس سطر، توقف ورا البيشنت والبيشنت شوية مايل التشير مالتك على مود تشوف ظهرك عدل رقبتك عدلة. زين باللور اول نقطة انت لازم قدام البيشنت. طبعا خل احكي لكم نقطة، الاستثناء الوحيد الزاوية 110 و120 هذا الريست الباك ريست مال البيشنت، البيشنت اللي عندهم جاج ريفلكس دول تشتغلوا لهم وهم ابرايت، وتخليه دنق راسه اللي قدام ورا ما تخليه اللي تري، اللي بس يرجع راسه اللي ورا حيزوع. وضحت؟ تخلونه ابرايت البيشنت ورا ما تدخلون اللي تري بحلقه والماتيريال، تخلونه ينحني لي قدام اللي بس يرجع راسه اللي ورا تلعب نفسه وتلاص الامور. باللور امبريشن طبعا هنا العكس مالته كلش ناصي، ما انصح بهيج وضعية، مفروض راس البيشنت ينزل بعد على مود تصير براحة ايدك، لازم انت قدامه ماشي وبعد انصي وتقعدونه بالابرايت بوزيشن. طبعا والله بيشنت مدلل خال رجل على رجل والامبريشن بحلقه. المهم المكزله بيهايند ذا بيشنت والماندبل ان فرونت اوف ذا بيشنت، هاي من الاساسيات. مو تاخذ للمكزل التواقف قدامه، اللي تاخذ ماكو شيء ما حد سيطر، بس بالماندبل توقف قدام البيشنت، بالمكزل توقف وراه حبايب، تخلي ترجع الباك ريست مالته بزاويه 110 120 وتاخذ. زين هسه واحد يقول لي اساني عرفت هاي التري اخذها للايدنشولس، هاي التري اخذها للايدنشولس. زين السايز مالتها شلون اعرفه؟ ركزوا وياي يا بابا، تلزم التري تخليها بحلق البيشنت، المفروض او حول بس ركزوا وياي، هتلزم التري تخليها بحلق البيشن. باو المفروض المسافة من السن لحد الفلانج فد 3 مليم،
مو أقل من 3 مليم. المسافة من الرج أو المسافة من السن للفلانج مال التري 3 مليم، مو أقل. المسافة من السن حتدخل التري، حترفع الشفة مال بيشنت، التري سنترها انتيريرلي بين الرج اذا كان ايدنشولس او بين الاسنان اذا كان دنشولس للفلانج مال التري لازم 3 مليم او 4. هاي المسافة من تشوف هيك مسافة اذا التري مالتك مضبوطة. اذا التري الطخ بالاسنان او قريبة كلش من الاسنان بدلها اخذ اكبر، واذا اكثر من هالمسافة فهاي التري كلش كبيرة. التري الكبيرة تطلع لك اغلاط بالشغل، لا تاخذ كبيرة. شوف حتى بوستيريرلي هم تشيك، طبعا تسحب التشيك مالته وتشيك المسافة هم مالتي لازم هيجي. اذا مسافة هواية قلنا حتأثر على الفاينل امبريشن مالتك، على التري مالتك. زين هسه عرفنا شلون هاي التري دنشولاس لو دنشولاس، وعرفنا شلون نسوي سيلكشن للسايز مال التري. ضروري تختارون السايز المناسب. التري الكبيرة حتعطيك الفيستبيول غلط، يعني الفاينل العفو الكاستم تري مالتك حتكون اوفر اكستندد حي على الصلاه. كل ما كانت البرايمري مالتك مضبوطه، كل ما كان الاكستنشن مال الامبريشن مالتك مضبوطه، الفاينل كله حتمشي الامور مضبوطه. زين الشغله اللقه اللي تري ما تدخل عدل ابد، لا تدخل اللي تري عدل. اللي تري تسحب طرف نتشيك وتدخلها صفح جانبي، تدخل طرف بعدين تدخل طرف الثاني. ابد لا تدخل التري عدل، حتطخ الماتيريال بتشيك وراها الشغل كله يتليص، وخصوصا يعني موست اوف ذا امبريشن كلها السيتنج مالتها يكون سريع. ف لا تسوون اي شيء، تسحب واحدة من التشيك وتدخلها صفح. نعيده، تسحب تشيك طرف وتدخلها من الطرف المعاكس، تدخل صفحة بعدين تدخل الصفحة الثانية. ركزوا وياي يا حبايب، هاي شغلات ضرورية تسهل لك شغل، تسهل لك يعني تختصر لك وقت ماشي، ويحتاج براكتس على مود تضبطون هاي الشغلات. زين شنو هاي؟ باو هسه شيكنا التري، شيكنا السايز مالتها، عرفنا شلون ندخل التري. ورا ما ندخل التري شو نسوي بحلق البيشنت؟ شنو الخطوات اللي نسويها ورا ما ندخل التري بحلق البيشنت؟ ركزوا وياي، خيصير عندكم سيكونس حبايب، خيصير عندكم سيكونس بهاي السالفة على مود ما تتخربط، على مود ايدك تاخذ عليه. باع سويت سلكشن للتري، هاي للايدنتشولاس، هاي للدنشولاس، وراها سويت سلكشن للسايز حسب اللي موجود عندك، وراها شيكت التري كملت ماشي. وراها شو نسوي؟ اسان التري كملته وخليت الامبريشن ماتيريال بيها، شو اسوي؟ باعوا هسه بالابر سحبت تشيك، قلنا عدل ما نخليها، نسحب طرف تشيك وندخلها بالطرف المعاكس ماشي، ندخل صفحة صفحة. اول شي نتأكد طبعا من ندخلها وتصير بحلق البيشنت ما قبل تكبسها على الاسنان، لا لازم تسنتر التري مالتك، عندك وقت لا تخاف، تسنتر التري مالتك يلا تكبسها على الاسنان. ما مسنتر التري لا تكبسها، سنتر واكبس على كيفك. سحبتها دخلتها بحلق البيشنت، تنتظر تسنترها يلا تكبس، سنترت يلا كبس، تشوفوا الهاندل ويا النوز. زين هسه طبعا هنا المفروض اني ابلش بهاي الصفحه، بس كنت ما دا اشوف هسه هاي الصفحه اللي تري داخله بيها، بس هاي الصفحه اللي حاشره جوا اللي تري، فالمفروض من البدايه اني افوت اصبعي جوا التشيك واطلع اللب.
بس انا ما كنت اشوف، فبلشت بهاي الصفحه بعض اللي تري مسنتره بمكانها ومضغوطه على السن. هسه النقطه الثانيه اسوي بوردر مولدنج على مود اطلع الاكستنشن مال البستبيول مال بيشنت باعه. ركزوا وياي شلون حسوي بوردر مولد. باعه اصبعين، شوفوا شلون لزمت التشيك، دخلت اصبعين ومنا ايدي لازمه تشيك، لزمت التشيك لزمه قويه، اصبعين دخلت جوه وراحت ايدي من برا. الزموا تشيك لا تخافون، الزموه لزمه قويه، اصبعين يدخلون لي جوه وراحت ايدي تضغط من برا. باع ضغطت من برا، ايش حسوي؟ الزم تشيك اطلع لي برا وانزله لي جوه، اجره لي جوه. باع دا الزم تشيك دا اطلع لي برا وجاي انزله لي جوه، لزمه قويه. ما يرجع هذا الفيديو، شلون الرجع؟ مشيت. المهم ورا ما كملت هاي الصفحة، طبعا دا احشياني على ثواني، يعني مو تطولون تاخذ نص ساعة تسوي بوردر مولد صفحة وحدة الماتيريال السيد. ما طلعت ايدي الثانية الا ثبتت التري بايدي الاولى، باصبع الطرف باصبع النص، المهم تثبت التري من البلت من النص تثبتها، ثبتتها بهاي الايد، يلا سحبت الايد الثانية، سويت اصبعين، حدخل هاي الاصبعين جوه والزم براحة ايدي واطلع برا وانزل لي جوه. دا تشوفون شلون دا اجر التشيك لي جوه. زين كملت هاي الصفحة، شوف رجعت اصبعي، يلا لزمت، رجعت اصبعي لزم التري، يلا طلعت ايدي الثانية، التري ما عوفه هيجي. ومن طلعت ايدي الثانية ثاني كملت بوستيريرلي بوردر مولدنج، بقت عندي اللب بعدني ما جارها، شوفوا شلون لزمتها، لزمتها باصبعين ودا انزلها لي جوه، اصعد وانزل لي جوه، شوفوا لزمت اصعد وانزل لي جوه. يعني هسه صار عندنا اربع خطوات بالابر. هنعيد الفيديو، ركزوا وياي مره لخه. دخلت التري، دخلتها من الجانب، جانب ورا جانب، ما دخلتها كلها. هاي اول شيء، ثاني شيء سنترتها، ثالث شيء ضغطتها لي فوق. ماشي، هاي ثلاث شغلات بالبداية ثبتتها. اجيت لصفحة الرايت، لزمت التشيك، سويت بوردر مولد. يلا خلينا نكبر، ركزوا حبايب. تدخل تري، سنترها، تضغطها على الاسنان، وراها تثبتها، تجي على الصفحة الاولى، تلزم التشيك، تسوي بوردر مولدنج للبوستيرر، تلزمها باصبعين وبراحة ايدك، تطلع لي برا وتجر لي جوا، تجر التشيك لي جوا، لا تخاف ما ينشك، كل شي ما يصير له. ماشي، هسا هاي بوستيريرلي، هسا احول على الصفحة الاخرى، اثبت التري بالبداية، طلعت ايدي الثانية، الزم التشيك اطلع واجر لي جوا، كملت بوستيريرلي الصفحة الثانية، اجي علب، ثبتت التري، الزم اللب وانزلها لي جوا بهالطريقة هاي. كملت من هاي الصفحة، اثبت التري، اطلع ايدي، نوب الصفحة الاخرى، تمام. خلصنا من الابر، باعوا اللور، ركزوا وياي، خلي ازغر على مود اقدر اوقف. نجر التشيك، ادخل التري مالتي صفحه صفحه، ما ادخلها عدل ابد، اسنتر وادخل، باعوا اصبعين على مود اثبتها وافرغ ايدي اسوي بها بوردر مولد. هناك بالابر قلت اصبعين، وهنا اذا شفتوني سويت حركه اصبع باصبع، هيك الزم التشيك، لان منا تشيك حيكون خفيف مو مثل فوق، تشيك ثيك. وشغله ثانيه، اذا اصبعين ما تقدر تسيطر، يعني هيك حتنعوج حتنشل، فتدخل اصبع واصبع من برا وتسحب لي برا ولي فوق، لي برا ولي فوق،
ماشي، تضغط باتجاه التري، شوف دا اسحب لي برا وباتجاه التري فوق لي برا، زين اسوي اصبعين اثبت التري من الصفحتين على مود افرغ ايدي الثانيه واسوي الصفحه الاخرى بنفس الطريقه، اسحب لي برا ولي فوق باتجاه التري، لي برا ولي فوق باتجاه التري، زين اسلب، شفتوا شلون لزمتها؟ الزم الصفحه الاخرى، وطبعا تثبتها وتقول له للبيشنت يطلع لسانه ويحركه يمنى يسرى. نرجع للسيكونس مالتنا، تسحب التشيك تدخل التري تسنترها يلا تكبسها على الاسنان، وراها تسوي بوستيرير مولدنج الصفحه، تسوي بوستيرير مولدنج للصفحه الثانيه، وراها تسوي المولدنج لللب لهنا. تمام يا عراق اخ تعبت، هاي شنو هاي الخطوات مال الامبريشن، بس تحفظها الامبريشن تصير عندك زلاطه، تقوم ايش تلقائيا قبل تخليها وتسنترها وايدك تلقائيا تسوي بوردر مولد، تكمل هاي الصفحه تروح على الصفحه الاخرى تسوي لها مولدنج وثمالها ثمالها امبريشن من هالزينه، لا تنخبص ولا هاي. زين هسه شفنا شلون نسوي سلكشن للتري، وشفنا الحركات اللي نسويها بحلق البيشنت على مود نحصل امبريشن مضبوطه. ماشي، طبعا هاي الحركات تسويها اذا كانت برايمري او فاينل، وبالفاينل تلح بهاي الحركات على مود تطلع عندك امبريشن بالاكستنشن المضبوط. زين عندنا ماتيريال، عندنا الجينيت نستخدمه اذا كانت اسنان موجوده، عندنا امبريشن كومباوند اذا ماكو اسنان، طبعا الامبريشن كومباوند هذا ريجيد ماتيريال بمشكله من يصير ست يصير كلش هارد، فاذا اكو اندر كات يأذي البيشنت، من تشلعه البيشنت يتأذى يعني حتى يشقه. واخير شيء عندنا السيليكون، هحكي عليهم كل واحد وشلون نستخدمه. نجي على اعظم واحد بيهم واقدم واحد بيهم، هو الامبريشن كومباوند. جماعة الخامس خلوا بالكم وياي هسه، الامبريشن كومباوند هو بلاستيك ماتيريال، ماشي يعني مو كيميكال سيتنج مالته، يعني بالحرارة يصير سوفت ومن يبرد يصير هارد، فتقدر تستعمله باكثر من امبريشن لنفس البيشنت، نفس البيشنت تقدر تعيد الامبريشن بنفس الماتيريال بس تحميها تصير سوفت. شغلة دا اقول لكم عليها، اكو شركات هواية فمن تشترون الباكيت تتاكدوا من تاريخ الاكسباير مالته، ترى الاكسباير يعني كل شيء تعب بالشغل، فيفضل تاخذون شيء مو اكسباير. اتصور هارفارد شركه زينه ما يخص الامبريشن كومباوند. ماشي، هذا الامبريشن كومباوند يجي على الشكل هاي الكعكه، تحتاج بس مي حار ربر باول، وتحتاج تري مال ايدنتشولاس ما بيها ريتنشن مينز، لان هو يلتق بيها لزق، ما يحتاج ريتنشن مينز، اذا كانت بيها هولز ولزق بيها بعد ما يطلع بالقوه يعني كلش مزعج يصير، فتجيبوا له تري ما بيها ريتنشن مينز حبايب، ما بيها ريتنشن مينز. ماشي، ونستخدمه قلنا للبرايمر امبريشن بالكومبليتلي ايدنتشولاس بيشنت. شلون نستخدمه؟ انت ايش حتسوي؟ حتجيب هاي الكعكه، هو كعكه ونص للابر واتصور كعكه وشويه لللور، تجيب هاي الكعكه تخليهم بمي حار بالربر باول تقريبا دقيقتين تتحسسه تشكشكه، مو داخل ايدك بالمي الحار ترى تنصمط، تطلعه باللاكرونه باي شيء، تعجنه بايدك تسوي عجينه وترجع تخليه بالمي الحار على مود يصير سوفت اكثر. وراها شو تسوي؟ من تتاكد انه صار سوفت تجيب لي تري ماتك تخليه على التري، تفرشه بصوره متساويه. ماشي، ورا ما تفرشه على التري الماتيريال والتري اثنينهم تخليهم بالربر باول على مود يرجع يصير سوفت. طبعا هنا لازم تخلي بالك، اذا شلته من الربر باول وقبل اخذت بيه امبريشن حتصمت البيشنت، صمت حتحرقه لان الماتيريال حاره ويطلع وياها مي حار، فشنو هيحترق حرق من الدرجة الثالثة وهو أصلا خطية إيدنتشولاس.
فاللثه ما تكون ضعيفه، فيعني حيدعي لك بالعافيه. المهم خليت الامبريشن مالتك والتراي بالمي الحار تقريبا دقيقة أقل من دقيقة، طلع من المي الحار. هنا لازم تنتظر شوية، يا أما ترش عليه مي عادي على مود بس تبرد التري شوية وتبرد الماتيريال شوية، ما حتصير ست الماتيريال، بس شوية تبرد درجة حرارة بحيث التشو يستقبلها على مود البيشنت ما يحترق، وهماتين يوقع المي الحار اللي طلع وياها، لأن هذا المي يصلي. تتحسسها بإيدك درجة حرارتها زينة، تاخذ بيها امبريشن، تدخلها تسنترها تكبسها باتجاه التشيو وتسوي بوردر مولدنج بالحركات اللي رويتكم اياها. زين، سويت بوردر مولدنج، شلون اعرف الامبريشن مالتي زينة؟ شلون اعرف الامبريشن مالتي بيها ديفكت؟ ركزوا وياي باعوا، اذا كنت مسوي سلكشن صح للتري مالتك، الفلانج مالتك تطلع كونتينيوس وتطلع لا ثيك ولا ثن، وتطلع مثل شكل الفيستبيول بالضبط، ده تشوفوها شلون كونتينيوس، يعني المولدنج مالتك مرتب، يعني الماتيريال من داخله داخله دافيه، يعني البوردر مالتك مضبوط، فتشوف البوردر مالتك كل شيء مرتبه هيجي، تجي قصه حلوه هيجي بس يعجبك تباو عليها، وصاعده ونازله ومكانات الفرينه ما طالعه، هاي الامبريشن انت تتاكد انه الامبريشن مالتك مضبوطه. هاي بالابر، باللوار شويه الامبريشن مزعجه، باعوا ركزوا وياي، شوف البوردر شلون كونتينيوس وسموث ومو ثخينه، اركز على كلمه مو ثخينه، حرويكم شنو اقصد بثخينه، كونتينيوس وسموث وكامله. باعوا هاي المنطقه، هاي يسموها ريترو مايلو هايويد ريدج، هاي المنطقه كلش مهمه بالكومبليت دنشر باللور من ناحية الريتنشن ومن ناحية الاستابلتي. هاي اذا طلعت مضبوطة امك داعيت لك، هاي المنطقة تكون اس شيب، تكون طويلة، فاذا تشوفون هي شلون هيك طالعة زيادة عن اللزوم ماشي، هاي المفروض تطلعوها يعني بكل ما اجيتم من قوة تحاولون تطلعونها. ركزوا بهاي الامبريشن وحرويكم الامبريشن دا شفتوها قبل عيدوها. باعوا، باعوا البوردر شلون ثخينه، باعوا منا ما طالع منا ما طالع، هنا كل شيء ما طالع، البيشنت ما محرك لسانه، هنا ما طالع خوب هاي الريترو مايلو هايويد. اذا هيجي الامبريشن مالتك طلعتها لا تروح للسينيور، من يمك عيدها، شوفوا الابر شوفوا هاي شلون ثيك، يا دوب الليبيال فرينا مطلعها، بس شوفوا شلون ثيك هنا، كل شيء مبين، البوردر مو كونتينيوس، ما مسوي بوردر مول، التريت كبيرة مدري شنو، كل شيء ما طالع. إذا الامبريشن مالتك هيجي لا تتعب روحك ولا تدور سينيور ولا شيء، من يمك عيدها، إذا شفت البوردر مالتك هيجي سمود وكونتينيوس ووسط يعني لا رفيعة ولا ثخينة وتلمع، قول هذا هو. متفقين اللي جاي؟ فاذا هيجي روح للسينير خليه يشوفه، اذا لا والله هيجي من يمك عيدها، لا تخسر لك نص ساعه تنتظر سينير وتالي يقول لك عيدها. السلكشن مال التري كل شيء يلعب دور بالموضوع، لازم تختارون السايز المناسب ولازم تسوون بوردر مولد مناسب، فعلى مود تطلع عندكم امبريشن مرتبه. زين هعلمكم فيك لخه، اخذت امبريشن بالامبريشن كومباوند، الامبريشن كانت كلش مرتبه، ناقصها بس مكان واحد بيدفكت. انت اذا عندك مكان واحد بيدفكت تقدر بس مجرد ترجع تحمي هذا المكان فقط، ما تحميها كلها، تحمي هذا المكان وترجع تدخله بحلق البيشن على مود تسوي له ريكورد جديد، بس هذا المكان تحمي، اذا تحمي التري كلها تخرب، فعلى مود ما يضيع شغلك تحمي المكان فقط. ركزوا وياي، الفيكة اللي تقدر تسويها باعو، تاخذ امبريشن بالامبريشن كومباوند وطلع عندك ديفكت تريد تصلحه بس ما تريد تحمل التري مالتك، شو تسوي؟ تخبط الجينية خبطة خفيفة ثن ميكس تسوي وتخليه فوق الامبريشن مالتك وتاخذ فوقه،
تطلع عندك امبريشن تشقق تشقق تشقق، تطلع الديتيلز اللي بيها عظيمة. هاي اعتبروها تب يعني، فيكات واحدة من فيكات البروس. تسوي كوركشن بالالجينيات ماشي، بس تسوي الميكس مالتك فين، ما تسوي ثيك. زين، الماتيريال الثانية اللي هي الالجينيات. باعوا الالجينيات، هو اسهل ماتيريال في المانيبيوليشن والهاندلنج، ماتيريال بديعة كلش وسهلة الاستعمال، عيبها الوحيد سيت بسرعة. من تشترون الباكيت تنتبهون على شغلة، هسه شوف هاي ايش كاتبين هنا، كاتبين فاست سيت. انت بالعيادة والامور محترقة مبين الفاست سيت، ايه والامور محترقة، فتحتاج ماتيريال السيتنج تايم مالتها يطول على مود تقدر تاخذ راحتك بالشغل. فما افضل تاخذون فاست سيت، اكو سلو، اكو لو سيت، اكو ميديوم سيت، باخذ واحد منهم. من تشترون الباكيج انتبهوا عليه، يعني مو ما يحتاج لشيء. فلا تاخذون الفاست سيت اللي يعني يسيت بسرعه ويا دوب تلحقون، انت على ما تخبط على ما تحضر تلود بالتري مسيت وهو بيدك. فاخذوا الميديوم سيت او اللو احسن لكم. زين، الالجينيت تحتاج ويا ربر باول، وتحتاج ويا التريات بيها ريتنشن مينز اللي ما يلزق بالتري. بالامبريشن كومباوند قلنا ما نحتاج ريتنشن مينز، بس بهذا نحتاج ريتنشن مينز. هقول لكم كم تيب لازم تنتبهوا لها. من تشتروا الرابر باول، اشتروا رابر باول تصير صلبة. الرابر باول اللي تتموع بيدكم هاي ما تفيدكم، كلش تتعب بالخبط. فاختاروا وحدة من تلزمها تحسها صلبة بيدك ما تنطعج، هاي كلش زينة. اذا اخذتها سوفت حتلاقى صمورك وحتتعبك كلش بالخبط وتليص الامور. هاي بخصوص الرابر باول. الشغل اللخ باعوا، اذا تشوفون هاي الهولز من تخلون ماتيريال وتدخلوها بحلق البيشنت، اتاكدوا هاي الهولز كلها يطلع منها الجينيت. هاي السلوتس كلها تطلع منها الجينيت، واذا اتحد واحد ويا الاخ بعد احسن. هسه تقولوا لي ليش الالجينيت بس يعشق بالسن بسرعه ينفصل من التري، يعني اذا كان مشلب باندر كات قويه ينفصل من التري بكل سهوله، واذا انفصل من التري هذا هو الامبريشن فيلير. فتركزون على هاي السالفه انه تخلونه يطلع من هاي الثقوب ومن هاي السلوتات بكميات زينه على مود يتشلب ماشي. فالتري تختارون وحده هارد على مود الخبط يصير كلش سهل بيها، وبالنسبه للهولز وهاي الريتنشن مين تخلون الالجينيت يطلع منها على مود يتشلب زين. باو، هاي الصوره هسه عوفوها، هاي ركزوا لي بهاي. احنا ايش حكينا؟ قلنا اخذت التمبرشن وطلعت عندك هاي، من تشوف البوردر ماتك تمام امورها زينه ماشي وكونتينيوس وسموث والفرينه ما طالعه، اذا انت بالسيف سايد تروح تروي للسينيور. طبعا هنا المشكله شنو؟ اذا تشوفون هاي الريترو مايلو هاي ادريج ما مطلعها، فصاير عنده شورت بالامبريشن. هاي لو طالعه كان هاي تقدر تعتبرها فاينل امبريشن ماشي. زين، شوف الابر شلون طالعه، شوف الفلانجات كلها سموث وكونتينيوس، الفرينه مطالعه، فرينم طالع لوز طالع من الاول للاخير. من تطلع عندك هيك امبريشن حتى السينيور يرتاح والله، بس تاخذ له امبريشن هذا ما موجود بيها لو هيك صاير خل تخنه مبينه ترى، يعني انت ما مسوي بوردر مولد مضبوط. فخلي عينك تتعود على الشيء الصحيح، من عينك تدقنز الشيء الصحيح امورك كلها تصير زينه. زين، هسه حشرح لكم شغله هم تفيدكم. باعوا، هسه هي الكيس مثل ما مبينة بالامبريشن هي فري اند. احنا ايش قلنا ايش نحتاج؟ نحتاج، لا يا الله، ثواني الربع، عشان هاي
ليش راح الفوكس يا عراق؟ اخ اخ معودين. زين احنا قلنا بالريموفابل اللي نشتغله، اذا اخذنا طبعا اكو ماتيريال تسلط الضغط على التشيو واكو ماتيريال ما تسلط الضغط على التشيو. الامبريشن كومباوند اللي اخذنا به البرايمري مال الكومبليت هذا يسلط الضغط على التشيو، من تاخذ امبريشن هو دا يضغط التشيو دا يسجلها. الالجينيت ماتيريال مورجد، ماتيريال ما تسلط الضغط على التشيو. زين انا عندي فريند، واذا اخذت بس بالالجينيت هذا الالجينيت حيسوي ريكورد للتشيو بالريست فورم. من حيجي البارشال مالتي حيضغط على هذا التشيو حيكبسه على العظم، حيصير ديسكومفورت للبيشنت، حيصير بور ريزوبشن، حيصير تروما، حيصير التريشن الى اخره. فاني شو اسوي على مود اقدر اخذ امبريشن بالالجينيت بس مضغوطه، بس اضغط على التشيو؟ عندي اوبشنين، اجيب واكس شيت واكس واموعه. طبعا شيت واكس هي لونها احمر، من تخليها على النار يصير لونها وردي ويكبر السايز مالتها، من تشوفها هيك وخرها من النار، بس تقوم تنقطها حتى حركتها للواكس، فمن يصير لونها وردي ويكبر حجمها قول هذا هو هي وصلت للوضع المناسب. تسويها عجينة وتخليها على مكان الايدنشولس اريا فقط على الصفحتين، وهي بعدها سوفت تجي تاخذ بيها امبريشن بحلق البيشنت للايدنشولس اريا فقط. فانت ايش سويت؟ الواكس عنده ريزيستنت، حيضغط على الايدنشولس اريا، حيضغط على السوفت تشيو ماشي، وحيسجله. الاسنان انا ما احتاج ان اخذهن بالريست فورم، يعني الجينيت كلش كافي عليهم. ورا ما كملت امبريشن بالواكس للايدنشولس اريا فقط، ايش اسوي؟ الود التري مالتي الجينيت. من حاخذ امبريشن بالالجينيت الواكس حيدفع الالجينيت، اللي انا اصلا اني ما اخذ امبريشن بيه للتشيو، فحيصلي الضغط على الالجينيت، العفو حيصلي الضغط على التشيو، فحيسوي له ديسبليسمنت. بهيش امبريشن تقدر تعتبرها هي برايمري هي فاينل بهيش كيسات، بشرط اطلع الريترو مايلو هايويد ريج وياك. هسه هنا هاي نقصها الريترو مايلو هايويد ريج واللي هي لوز. هنا ما اخذ الامبريشن للايدنشولس اريا بامبريشن كومباوند مو بواكس، كله يمشي. ف تركزون على هاي التب، اذا تردون فاينل بنفس اليوم لازم تسوون ريكورد للايدنشولس اريا بريجيد ماتيريال اللي هي امبريشن كومباوند او واكس ماشي. زين بالابر اذا تشوفون مسوي نفس الشيء للايدنشولس اريا، ماخذ امبريشن بامبريشن كومباوند. طبعا الشغله الاخرى لازم تعرفوها، كل ما زاد الثيكنس مال الجينيت كل ما زاد الدايمنشنال تشينجز مالته، فهاي هم تسلط ستريس او بريشر على الايدنشولس اريا وهم تقلل الثيكنس مال الجينيت على مود يقل الدايمنشنال تشينجز مالته. زين سيليكون اغلب يعني اغلب الكليات مال الاسنان يستخدمون تايب سي سيليكون، يعني شويه سعره زين ورخيص. سيليكون تقدر تاخذ بيه برايمر وفاينل امبريشن. انت عبالك سهل السيليكون، بس اتعس واحد بيهم هو السيليكون من ناحيه المانيبيوليشن مالته ومن ناحيه الامبريشن، لان سنسيتيف تكنيك كلش، والطبعة تنسحب دي بسرعه اذا ما تعرف شلون تعامله. المهم السيليكون بكونسستنسيات مختلفه، احنا نستخدم اثنين، هذا يسمونه البوتي اللي هو يعتبر بيس ماتيريال، يعتبر ريجيد يسلط ستريس على التشيو، يعني يسوي ريكورد للتشيو بالديسبليسد فورم مو بالريست. يحتاج ريتينشن مينز، يحتاج يا اما بيرفوريتد يا اما هاي الفتحات بيها. الرملوك تقدر تستخدمها بس لازم تخلي وياها ادهيسف، لان هذا هماتين بسرعه يزلق
بسرعة يطلع من التري، فلازم يلطش لطشة زينة بالتري على مود الامبريشن مالتك تكون مضبوطة. اخ يابا اكو خلاها غريس تعبت. ف الريتنشن مينز كلش ضرورية بالسيليكون مثل ما هي ضرورية بالالجينيات، اللي هي يعني الامبريشن بس تفلت من صفحة، هاي الامبريشن من ايدك للزبل عيدها، ولا تقول للسينيور ولا شيء من يمك عيدها. المهم ذاك قلنا بيس ماتيريال تاخذ بيه بالبداية، وراها لايت بودي تخلي فوقه على مود يعطيك مور ديتيلز. هذا هو اللايت بودي، هذا هو اللايت بودي، وهذا هو الكاتاليست. ماشي، تخبط خطين متساويات وتخبط زين. هسه نجي على السيليكون باو. اللون الاصفر هو اللايت بودي، والجو الاخضر هذا البيس اللي هو البوتي كونسيستنسي. بس شوفوا الفلانج شلون سمود وكونتينوس، شوفوا الفرينمات شلون طالعه، شوفوا الفلانج، هذا دليل على انه بوردر مول زين. الديفكت الوحيد هو هنا تشوفون هاي مثل المقصوصه ما طالعه كامله، بس ككل الامبريشن شقاقيه. انت اذا تطلع عندك هيجي مارجن، هيجي هيجي فلانجات، هيجي يعني هذا هو بعد يعني. حتى الله يرضى عليك، مو بس السينير والله، باع اللور ضيم. شوف الفلانج مالتك شلون مرتبه سمود وكونتينيوس، وشوفوا الاس شيب، هاي ريترو مايلوهايويد رج اللي قلت لكم عليه. فعود عيونك على الامبريشن الزينة، من تتعود عليها بعد انت من يمك تصير سينير نفسك. ماشي، اذا هيك امبريشن صح سينير يشوفه، اذا مو هيك لا والله حاول مرة ثانية ثالثة، ما خسران شيء، تول وثالث تريد تتعلم زين. هاي ايش قلت لكم؟ قلت لكم بالالجينيات. هسه خلصت الجزء النظري بالموضوع، حنشوف فيديوهات وشنو الخطوات اللي نسويها. بالالجينيات قلنا الربر باول لازم هارد باو. شلون تلزم الربر باول؟ احنا بالالجينيات نقول لازم تخبط وحركة ايدك باتجاه الوول، يعني تدفع الباودر والمي باتجاه الوول وتسوي له ميكس تو ذا وول. اذا كانت الربر باول سوفت تيش حتتموع بيدك ما حتقدر تدفع حيل، بس اذا كانت رجد لا ما حتدفع بيدك. باعوا باعوا شلون حتلزمونها؟ هيك اللزمة غلط، تلزمها من صفحة وتقعد تخبط من فوق غلط، ما حتقدر تخبط باتجاه الوول. باع اللزمة الصحيحة، تفرش ايدك وتخلي الربر باول بيها، باع تخلي الربر باول بيها، هاي اللزمة الصحيحة. ومن تريد تضغط تضغط باتجاه راحة ايدك، يعني بس هاي الصفحة تخبط بيها. حرويكم شلون، مو هيك تفر لا، تخبط باتجاه راحة ايدك على مود راحة ايدك تدفع الربر باول. هسه اللزمة هيجي، تفرش ايدك وتخلي الربر باول بنصها. طبعا شغلة لخم لازم تنتبهون عليها، الالجينيت الباودر ريشيو، باودر ووتر ريشيو مالته هو باودر تخبطه ويا مي. النسبة كلش مهمة، اذا كانت مضبوطة في الدايمنشن ستيبلتي مالته تكون حلوة، يعني هي الريكومندد مال مانيفاكتشر. اذا خبطت عينك ميزانك والله الدايمنشنال تشينجز حيلعب بيك طوبة، انت ما حتشوفه ولا حتحسه، بس هو يعني. فافضل شيء يجي ويا سكوب مال مي وسكوب مال باودر، وعلى الكيس يكتبون لك مثلا الابر تخلي سكوبين باودر وهالقد ووتر، فتة تجيب سكوبين باودر مثلا او ثلاث سكوبات وتخلي وياهن الكمية المي المناسبة وتخبط. افضل دايمنشنال ستيبلتي بالمانيفاكتشر انستركشن تلقي، يعني احسن شيء هذا اذا تردون شغل على الكتالوج. المو على الكتالوج تخلي باودر وتخبط وياه مي لحد ما تسوي ميكس. ماشي، يفضل تخبطونه بمي بارد على مود يصير ديلي للسيتنج مالته. سالفة المي البارد كلش ضرورية خصوصا بالصيف. هسه انا باعتبار خبير تذب ما عندنا سكوبات، لا اخبط عينك ميزانك. المهم طلعت كمية باودر زينة، والله خلي اشوف روحي اعرف اخبط. لا
باع اللزمة، أهم شي اللزمة والله. هسه إذا يرش لي مي بالبداية، بس تحاول تخبط المي ويا الباودر. طبعا أنا هم عينك ميزانك، أنا باعتبار يعني قديم بالسالفة. بس باع وين دا أخبط؟ كل على راحة إيدي، دا أضغط براحة إيدي ودا أضغط من جوا بالرابر باول، كله تذوب. هذا تشوفون حبايب، دا اضغط على راحة ايدي. زين خلصت، هسه دا لودها. طبعا حلو بالالجينيت بكلر انديكيتر، يعني يتغير لونه ويا الوقت. خلصت سنترتها، عشان هاي كلها فيديو واحد. والله عمي زين، باعوا شلون انا واقف عدل؟ اهم شي ظهرك ورقبتك، ومثبت التري اهم شي ظهرك ورقبتك حبايب، ومثبت التري بحلق البيشن. ما ادري هذا الفيديو مش شايفه قبل. زين هسه المفروض احول على هو كان. زين باع حبايب، باع الخبر. طبعا انا اعطانا الجينيت دكتور مصطفى، سوري خلصنا الالجينيت مالتك بالبداية، بس اجانس المي ويا الباودر. ابد لا تسوونه ثن، ابد ابد لا تسوونه ثن، كل ما زاد الووتر كل ما زاد هذا. وشوفوا دا اخبط بس على راحة ايدي، دا اضغط على الوول، لان دا حاولت على غير وول قبل توقع مني ايدك شو اسمه. توقع مني ايدك الرابر باول. باعوا، ركزوا على الكمية اللي حخليها، مو تخلون طن، ترى يعني كله حيروح حيطلع حيختنق البيشن. باعوا الكمية ايش قد خليت، هذا من يوقف تيشيرت. المهم خليت كمية يعني مو هواية، يعني لا تخلون هواية، الزيادة كالنقصان. باعوا دخل الطرف والطرف الثاني سنترتها، يلا دست. تشوفون شلون طلع من الريتنشن مينز، وراها ثبتت بوردر مولد بدياناتي، وابقى مثبتها كالاسد. ماشي، وابد لا تخلي البيشنت هو يثبت لك اياها، انت ثبتها بصابعك، لا تخليه لا يعض عليها ولا يلزمها، ترى يوصل الوضعية. زين هسه وين كنت هنا؟ زين شوفوا بالابر، بس شو بدك تلاحظون كمية الماتيريال، بس شوفوا كمية الماتيريال، ترى ما داخلي هواية، يعني لا تخلون طن فوق التري ويا الفلانج مال التري، ترى كافية. شوفوا كلش كافية، يعني لا تخلون ماتيريال اوفر، ترى يختنق البيشن. باعوا مسوي ريترو كلاين تشير، قع سنترتها يلا دفعتها. باعوا كانت اللب حاشرة، طلعت اللب اثبت بايد واسوي بوردر مولد بالايد الثانية، قبل ما اخلي البيشن بالتري طايفة. هاي كلهم بريشن ماتيريال، هيجي لازم تسوي الخطوات. بس يعني حاليا هي الكيسات بس الجينيت اخذ بيها. زين باعوا، هساني مثبت اللي تريب حلق البيشن، واقف عدل اني، يعني لا رقبتي مكسورة ولا ظهري مكسور، اهم شي ظهركم يا عراق. شوفوا بالابر هماتين واقف عدل او تقريبا صاير ورا البيشن، مثبت التري، ظهري عدل، رقبتي عدلة، والامور لطيفة. زين هسه حرويكم السيليكون شلون نتعامل وياه. باعوا حبايبي السيليكون اللي رويتكم اياه هو سي تايب، وهذا اللي بيدي حاليا هذا تايب اي اللي هو اديشنال سيليكون. ماشي، يجي الباتي مالته علبتين، مو علبه واحده، ذاك علبه واحده ويا كاتاليست عصاره، هذا يجي علبتين. شلون اختار كميه الماتيريال وشلون اخبط، تابعوا وياي. باعوا وحده بيس ووحده كاتاليست، شو اسوي بيها؟ سكوب،
احسب كم سكوب اخذت، ركزوا لي على عدد السكوبات. هسه هذا واحد، هذا اثنين، او اثنين، هذا اثنين، ماشي. ايش حسوي؟ حاخذه وافرشه بالتري على مود اعرف انا ايش قد احتاج. ففرشته وصل النص التري، الامور زينه، عوزت شويه، اخذت هاي وصلته النص التري، ويا الفلانج مالته فوقها بشويه، نفس الكميه اخذت من الكاتاليست. وحده حساب، هذا كله ياثر، نفس الكميه بالضبط بالتساوي. ايش حسوي؟ حرجعها على التري هماتي، انا افرشها اشوف الكميه مالتي. اوكي زين، هذا اللي اريده، ماشي. هسه شو اسوي؟ اطلع هاي القطعتين واجي اخبطهم. باعوا الخبط مهم جدا بالسيليكون، لا تلزم السيليكون وتبقى تجعص بيه، ترى هو مو جعص، لازم تخبطه بوقت محدد على مود ما يسيت بيدك. ركزوا شلون حخبطه، اخبط يا معود، اسوي طوبتين، باعوا الخبط بهالطريقة، تسحب وترجع وتخبط، لا حد يجيب ويودي، لا حد يقطع بيه وما ادري شو يسوي، هيك يخبطوه هيك، هي هاي الخبطة مالته هيك. طبعا ده يلزق بيدي، لذلك يصير عندك لون واحد، تتأكد انه هو امور زين. وراه تسوي رولة وتفرشه على التري مالتك، ماشي. شوفوا الماتيريال مو هواية، كلش كافية ترى، الهواية حتى البلاعيم تطلعها، البيشنت يختنق. زين، وراها دخلت التري، سنترتها، يلا دست، ضغطت على كيف شوية شوية، ماشي. ثبتتها بيدي، سويت بوردر مولد من صفحة، سويت بوردر، اتأكدت طلع من هاي الريتنشن مينز كلها الموجودة. هسه الامور كلها تمام، انا مطمئن على دا اقولها تحرك لسانها للبيشنت، ماشي. هاي كلها دا اسويها بثواني، يعني هذا الفيديو لا مسرع ولا شيء. زين، هسه نرجع لل هاي الخبط. زين، حرويكم كيس كامل هسه. باو، الطريقه اللي حكيت لكم اياها مال شلون اخذ امبريشن لفري اند، طبعا ها كيس سيمي كومبليت، عندها بس سنترالات، عندها بس سنترالات العفو، وكناينات باللور. حرويكم شلون اخذ امبريشن برايمري بس فانكشنال على مود السبيشال تري مالتي تجي مرتبه. طبعا انا لا عندي لا امبريشن كومباوند ولا عندي واكس، فسويت حاخذ امبريشن بالسيليكون للايدنشلس اريا. باعوا هذا هماتين اديشنال سيليكون، اخذت كميات متساويه داقيس على قد الايدنشلس اريا، ماشي. الكميه تمام، حبدي اخبطهم. الخبط يا عراق، اهم شيء يصير عندكم اللون واحد مالتهم. طبعا هاي الكيس اشتغلتها الصبح يعني، فحوزع الماتيريال على قد الايدنشلس اريا فقط، واركز على الريترو مايلو هايدريد. شوفوا منها خليت ماتيريال هوايه لينجوالي. باع، عشان خلصت منها. زين، هسه دخل الطرف والطرف الثاني، سويت لها سيت، قلت له للبيشنت يحرك لسانه يطلع يمنى يسرى على مود يسوي لي ريكورد للريترو مايلو هايدرج. اهم شيء الفانكشنال موفمنت يا الربع، اهم شيء البوردر مول كلش تهتمون بي. طلعت الامبريشن ماتي اللي تشوفون زينه، المهم سويت ديسبليسمنت للتشيو. زين، وراها للابر. هسه انا اسالكم سؤال، اللي جاوبني ما اعرف او اعطيه هدية. هاي الحافة ليش سويتها؟ ليش سويت حافة بالتري؟ ليش ما سويتها بس عدلة
بس عاد لو اخذ بيها مرشن، هاي ليش سويتها؟ وهم ماتين على قد اللي دي، ان شاء الله سياره كلها مديت سيليكون. لا اخليه يلزق بالتري، فهاي هاي الحافه ليش سويتها؟ يلا وينكم؟ زين لودت ماتيريال، شوفوا ماتيريال مو هواية على قد الفلانج مال التري. عشان هاي خلاص زين خليتها بوردر مولد من هالزين، اثبت الطرف واسوي للطرف الاخ وعلى كيف. اذا خابط بمي بارد يعني عندك وقت زين تسوي بي بوردر مولدنج. بعود اسوي بوردر مولدنج باو باو المبرشن اللور، شوف الاس شيب، شوف الريترو مالو هايدريت، شوف شوف الفلانجات. طبعا هنا طالع عندي ديفكت، اوكي انا هاخذ فاينل اول وتالي. شوف البوردر شلون سموث، شوف الابر، شوف البوردر ماتي، شوف الفلان مكان الفرينه مات، شوف التيوبروسيتي، شوف بس. طبعا هذا محبب لان الالجينيت مو زين، انضربت بوري لي. ف اخ تعبت لهنا، وان شاء الله خلص اللايف يا عراق. اخ يا ابي خلص اللايف يا عراق، لهنا تخلص البرايمري امبريشن بكل فئاتها ووضعياتها واسرارها العظيمه.